سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر ضياء ولا ساقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر ضياء ولا ساقي على مهبط رسالة الهدى من منبع الاعجاز على مهد الوحي وارضى الرسل نور الاشراق على دار الله المجد تلد عظمة تنحاز ما اثرها عجز فيها القلم وتذرة اوراق بلدي يا بلاد اخوان نور فزعة المعتاز مقاليد الثناء تنقاد لطاعة وتنساقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر في اول ساقي شمخ بين الحضارة العريقة مفخرة وانجاز تمكن في مواكبة الحدث دوم سباقي كل عالم الأجال خبر في شاشة التلفاز بأن ابن البلد عق البلد يا حظ الشقي أنا بين الذهول وبين ما يدعو للاستفزاز سبب مما أشوف حول دموعي من أحداقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر في اول ساقي على ذكر الشباب جهاز خبثين العقول جهاز مرض يصعب على طب الطبيب ورقية الرقي خوارج قد وصفها المصطفى في مروى بن باز لقوم يقرأ القران ما يجتاز بلدي كلنا دونك فدا نقدم بلا إعاز نسوق أرواحنا ونلاقي اللي ما له ملاقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا أجمل عبير من الزهر في أول ساقي أنا ودي على ساقي ووقف وقفة اللي حاز غلط دار وغلاكم لكن الشر على ساقي ترى ما هو معاقل المعاق الشامت الهماز يشوف المقعد بنظرات قصور وفكر من عقل لو ان الفرق بين الخلق من هو بالشكل يمتاز تعزينا المبادئ في دفن جثمان الاخلاقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر في اول ساقي على كل انا ما ودي اشرح فكرتي بجاز يا ليت ان المساحه شاسعه والوقت ما باقي وانا لو ما املك الا نص في جسم وكرسي وعكاز لكن والله لفدي موطني في نصف الباقي وانا لو ما املك الا نص في جسم وكرسي وعكاز لكن والله لفدي موطني في نصف الباقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر في اول ساقي سلام الله على دار الوفا منا غلا وعزاز شذا اجمل عبير من الزهر